قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمدعي مبلغا مقداره 50,000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابته على النحو المبين بالأسباب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بشار على النبي. الله أكبر الله أكبر. بشكر ربنا سبحانه وتعالى عز وجل ثم الأمر المحكمة ثم الحضرات المستشارين حضرات القضاء اللي جابوا حقوق العساكر الغلبانة. أنا راجل عمل 19 عملية في جسمي ومنصاب ومطلعيني كوميسيون طبي الإيطالي الحربي ولي بطاعة علاجية وكارنيهم حربين. أروح هنا أروح هنا يحيروني. هو هل العدل فين بتاع ربنا سبحانه وتعالى؟ أما أنا يكون معايا حكم لصالح المحكمة وصالح حقي بطاعة علاجية وكارنيهم حربين وعلاج في مستشفى عسكري، فين الرحمة من ربنا أما يكون موظف يحولني للموظف وده محولني للموظف؟ طب ليه؟ ليه كفى هو موظف ما يدينيش حقي اللي كتبه لي ربنا عز وجل ثم الأمارة المحكمة ثم الحضرات القضاء؟ يا حضرات القضاء أنا تعبان دوم 19 يبقى فين العدل من ربنا؟ هم ياخدوني سليم ويرموني مكسر ولا أنت راجل كنت راجل صناعي دلوقتي عجزت؟ ما أنا خلاص أنا تعبت نفسيا وماديا وعصبيا وحياتي ودنيتي. انا بمشي بالرمود الكمبترول باخد ابر مسكن للاعصاب وابر للمفاصل وابر لتنشط المخ الدوانانيه وعندي عمليه برضه في عيني وعندي عمليه في دراعي وعمليه في قلبي. ساعات كل ده اعمل يعني ايه؟ انا بطلب من هيئه قضاء الدوله اللي بتجيب حق العساكر الغلابه تشرح بامري وتشرح بحالتي عشان ربنا عز وجل رحيم بعباده والحكم اللي انا خدته ما خدتوش من حد، ده ربنا عز وجل هو اللي خصص انسان يكتب لي حقي. يعني المفروض يبقى في رحمه في تقوى وفي ايمان. احنا داخلين شبر ضيق، يا ترى مين يوصل مين؟ دول 19 عمليه سعادتك ولسه في عمليه العين تاني ولسه ده وده. قول لي انا اعمل ايه سعادتك؟ وبتاخد ابر كل يوم ابر 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 من كتر الابر فخد تعبت ولا الابر والسكر. انت ايه رايك في الحكم النهارده؟ النهارده انا بشكر ربنا وبشكر حضرات القضاء وبشكر حضرات المسلمين الكبار ونفسي ونور عيني اوطي عليهم ابوس غزمتهم. مش هبصهم بس ابوس غزمتهم التراب اللي بيمشي عليه. ليه؟ لان هو شال وجيعه من جسمك وجاب لك حقك. دي كبيره دي كبيره. اما